الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار. احنا معاكم كالعاده لمده ساعتين شادي شاش وانا ريهام مسهلي لمتابعه اهم الاخبار محليا ودوليا. اهلا يا شادي. اهلا بيك يا ريهام، وبنرحب بكل مشاهدينا الكرام اللي هنتابع معاهم خلال البرنامج اخر تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها من مختلف الجوانب. ده هيكون طبعا من خلال مراسلينا وضيوفنا، ونبدا باخبار هذه الحلقه. نبدأ بأول خبر، أطلق رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال زيارته اليوم للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي كلمة له أكد مدبولي على أهمية مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، موضحا أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع في العالم للضفائر الكهربائية للسيارات في مصر، وسيعمل قبل نهاية عام 2023. مهم جدا أن احنا نهتم في الفترة القادمة أيضا بموضوع الصناعات المغذية لهذه الصناعة الرئيسية، ويمكن احنا كمجلس وزراء الحقيقة من خلال متابعتنا على طول نجحنا الحقيقة، يمكن كان من أيام قليلة، واحدة من أكبر شركات العالم وقعت عقد يعني لإنشاء، هيبقى أكبر مصنع في العالم لإنشاء لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بحيث ده اللي هيبقى تقريبا هو الهاب الرئيسي لكل سيارات العالم، وده يمكن باستثمارات ضخمة جدا، وهيبقى إن شاء الله بيبدأ يشتغل قبل نهاية عام 2023. من خلال هذا المصنع هذه الشركة اللي موجودة بالفعل في مصر هتضاعف إنتاجها الضعف بالظبط. ده بالإضافة إلى شركة أخرى يعني في نفس المجال وقعت لإنشاء مصنع آخر لنفس المنتجات، عشان تبقى قادرة مصر إن لديها صناعات مغذية تساعد في توطين وتعميق هذه الصناعة. قال رئيس الوزراء إنه من المقرر إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات ولجنة معنية بذلك، إضافة إلى الحوافز الخاصة بالسيارات خاصة السيارات النظيفة، وأيضا حافز لمن يشتري سيارات تعمل بالكهرباء يصل إلى 50,000 جنيه. حطينا أيضا الحقيقة مشروع قانون اللي هيتضمن كل الحوافز لتفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيجية. مجلس الوزراء الموقر وافق عليه الحقيقة في أول يونيو، يعني منذ يعني بالضبط 12 يوم تقريبا، وافق على هذا القانون اللي بيتضمن الحقيقة عدد كبير من الحوافز اللي من شأنها أنها إن شاء الله تشجع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر. والحقيقة يمكن أيضا هذا القانون يعني نص أن هيكون هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات، وأنه هيكون هناك وحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جدا، والتركيز الشديد الحقيقة في الحوافز. بالتأكيد احنا بنشجع توطين كل أنواع السيارات لأنها تبدأ تصنع في مصر، ولكن هيبقى التركيز الأساسي طبعا على وإحنا بنستشرف المستقبل والبعد البيئي، هيبقى الحوافز الأكبر بتعطى للسيارات النظيفة أو اللي بتعمل بالكهرباء في الأساس. ويمكن إحنا حاطين حافز وتم إقراره أن هيصل إلى 50,000 جنيه للمستهلك اللي بيشتري سيارة كهرباء، على أساس أن إحنا بنشجع فعلا هذه الصناعة ليتم توطينها في مصر إن شاء الله. كما أضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن رؤية الدولة المصرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ أكثر من 25 عاما، لكن فعليا لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة من الرئيس السيسي ومتابعة شبه يومية وعلى أرض الواقع. ونتكلم على موضوع صناعة السيارات وإطلاق الاستراتيجية، إن أنا بس أسترجع إن يعني الرؤية لتطوير منطقة شرق بورسعيد كلها كانت موجودة يمكن من أكثر من 25 سنة. ولكن فعلياً لم تنفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جداً من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال يعني المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى واقفين النهاردة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص، مش بتكلم على معدة.
تبدأ غدا الأربعاء أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ بتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، حيث يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو ما يبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ والتداعيات السلبية المهددة لمقدرات العالم بأسره. للمزيد ينضم إلينا الزميل محمد عبد الرحمن موفد إكسترا نيوز إلى شرم الشيخ. بعد التحية لك محمد، إذن حدثنا في بدء الأمر عن أجندة المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد بشرم الشيخ، تفضل. محمد هل أنت معنا؟ إذن فقدنا الاتصال بالزميل محمد عبد الرحمن، نعود ونتصل به مرة أخرى عندما يتسنى لنا ذلك ونكمل حديث الأخبار. أكد سفراء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى التزامهم بدعم مصر في مواجهة أزمة الحبوب العالمية والتي سببتها تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار السفراء أن مجموعة السبع ستعمل على تعزيز تعاونها مع مصر لمواجهة هذه الأزمة من خلال زيادة الدعم لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر أو الأطر الإقليمية المختلفة مثل التحالف العالمي للأمن الغذائي أو دعم الحكومة المصرية من خلال المساعدة الثنائية مثل مرفق الغذاء في الاتحاد الأوروبي والأطر الوطنية. وأضاف البيان أن الدول السبع الصناعية الكبرى تتشاور عن كثب مع مصر والشركاء الإقليميين الآخرين لإبقاء الأسواق الزراعية العالمية مفتوحة، مبينا أن مصر تشارك بنشاط في تأمين شحنات القمح والمواد الغذائية الأخرى. نعود إلى أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي ينعقد غدا الأربعاء بشرم الشيخ. الزميل محمد عبد الرحمن موفد إكسترا نيوز موجود في شرم الشيخ ليطلعنا على الأجندة الخاصة بهذا المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. إليك محمد. شادي أهلا بك وأهلا برهام وبمشاهديكما. لعلكما الحقيقة تعرفان أولا أنه هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ، تتحول الآن من شرنقة إلى فراشة. المدينة تتغير تغيرا مضطردا، كل الشوارع يتم تجميلها ويتم إعادة إنتاجها مرة أخرى. ما يحدث في شرم الشيخ أمر مذهل الحقيقة، وربما القاهري مثلنا يا شادي بحاجة إلى أن يزورها كما فعلت أنا كي يصدق أن هذه المعجزة تحدث في مدينة مصرية. هذا أولا. ثانيا، المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي ينطلق صباح الغد في شرم الشيخ بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. هذا المؤتمر إشارة في غاية الأهمية. الدولة المصرية التي تستعد لاستضافة أهم حدث بيئي على ظهر كوكب الأرض في نوفمبر المقبل COP27، الدولة المصرية تستعد لاستضافة هذا الحدث ليس فقط بتحويل مدينتها المذهلة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وتجديد البنية التحتية للمدينة، لكنها تفعل ذلك أيضا بتقديم رسالة أشبه بالرسائل الفلسفية، أشبه
الرسائل ذات القيمة التي تحتاج إلى تأمل. خذ عندك يا شادي، هؤلاء الشباب الذين يتهمون الكهول والعجائز بأنهم أفسدوا بيئة الكوكب وحولوها إلى بيئة ربما تؤدي إلى كوارث بيئية في المستقبل القريب، هؤلاء الشباب الآن وضعوا أمام السؤال الرئيسي: ماذا لو أنكم الآن أصحاب المسؤولية؟ كيف يمكنكم أن تخرجوا كوكب الأرض من مأزقه البيئي؟ كيف يمكنكم أن تفعلوا طاقاتكم الشبابية كي توجهوا الكوكب نحو الاستدامة، نحو الحالة الخضراء التي يمكنها أن تبقي على الجنس البشري مزدهرا وحيويا؟ تعرف يا شادي أن هذا هو أهم سؤال يمكن طرحه على الإطلاق. لا يمكننا أن نذهب إلى كوب 27 في نوفمبر دون أن نطرح على شبابنا هذا السؤال: لو أنكم الآن في موضع المسؤولية ماذا أنتم فاعلون؟ هل تضحون بالتنمية الاقتصادية في مقابل الحفاظ على بيئة الكوكب، أم تسعون إلى توازن ما يحفظ وتيرة الازدهار الاقتصادي وهي متواضعة للأسف الشديد في هذه المرحلة، ولكن ذلك أيضا يؤدي إلى استدامة كوكب الأرض. الآن الكرة البيئية في ملعب الشباب. المستشار حنفي جبالي يفتتح غدا ويلقي كلمة في 9 صباحا افتتاح هذا المؤتمر، واللافت للانتباه يا شادي، وهذا هو حديثي الأخير في هذا الشأن، أنه نحن نتحدث عن 60 دولة، وفود من 60 دولة. لو أن دولة أخرى غير مصر، مصر المعتادة على تنظيم المؤتمرات الكبرى الحاشدة، لو أن دولة أخرى غير مصر نظمت مؤتمرا فيه ممثلون لستين دولة وعشرات المنظمات المعنية بالشأن الديمقراطي لا دقت له الطبول، لكن مصر معتادة على ما هو أكبر من ذلك بكثير يا شادي. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا، ونتابع معك بالتأكيد محمد عبد الرحمن غدا أعمال المؤتمر العالمي 8 للبرلمانيين الشباب. شكرا لك. والآن ننتقل إلى متابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل عن كثب مع شركائه الأوروبيين من أجل الإفراج عن 20 مليون طن من الحبوب الحبيسة في أوكرانيا لطرحها في السوق من أجل خفض أسعار الغذاء. قال بايدن في كلمته بشأن التضخم أمام مؤتمر لاتحاد العمال في بنسلفانيا اليوم إن خطته للاقتصاد الأمريكي هو تحقيق تقدم استثنائي وجعل أمريكا في وضع يمكنها من معالجة مشكلة هي الأسوأ في جميع أنحاء العالم فيما عدا هنا، وهي التضخم. تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي سيعلن عنها غدا الأربعاء، لبحث مصير أسعار الفائدة. ويتوقع محللون قيام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 0.75% وسط مخاوف من حدوث ما يوصف بالركود التضخمي. ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي في ظل إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما وسجل 8.6% في مايو الماضي. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي 16% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر، وذلك بعد إعلان منشأة تصدير الغاز الطبيعي الرئيسية في تكساس أنها قد تستغرق 3 أشهر لإعادة تشغيلها جزئيا بعد اندلاع حريق الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع العودة إلى التشغيل الكامل حتى أواخر هذا العام.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم أهلا بك، ويعني في البداية أريد أن أسألك عن ما الذي يعني يتردد في الأوساط الأمريكية وتحديدا في الأوساط الاقتصادية فيما يخص اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا، وتوقعات المراقبون أو المراقبين والمحللين أيضا فيما يخص سعر الفائدة. نعم ريهام، بالتأكيد الفترة الماضية كان هناك أخبار عدة وتسريبات عدة عن النسبة التي سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول بالإعلان عنها غدا، وكانت تقدر ب 50 نقطة أساس أي نحو نصف نقطة مئوية، لكن المثير في الأمر أن التسريبات التي خرجت على مدار اليوم مع أولى جلسات الخاصة بتحديد السياسات النقدية للمجلس و التسريبات التي على مدار اليوم تخرج على الصحف الأمريكية وعن خبراء الاقتصاد توضح بأن الزيادة ستكون 75 نقطة أساس أي نحو 3/4 النقطة المئوية. هذا الأمر بالتأكيد السبب الرئيسي به أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحاول بشتى الطرق بالتأكيد كبح نسبة التضخم التي أعلن عنها منذ نحو أكثر من 4 أيام، وظهرت أنها وصلت إلى 8.6%، نسبة كبيرة للغاية لم تتحقق منذ نحو 40 عاما، خاصة أن يعني مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول كان يصرح دائما في المؤتمرات الصحفية أنه يتم قياس نسب التضخم قبيل يعني الاجتماعات الشهرية الخاصة بالسياسات النقدية للمجلس لتحديد نسبة الزيادة الخاصة بأسعار الفائدة، وبالتالي يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجد بأن نسب التضخم في زيادة مستمرة وبأن يجب يعني كبح يعني أسعار كبح أو يعني كبح نسبة التضخم بزيادة أكبر من المعدلات التي كانت مقرر لها بالنسبة لأسعار الفائدة، كان مقرر رفعها بنحو نصف نقطة مئوية، الآن مقرر رفعها بنحو يعني 75 أو تحديدا 3/4 النقطة المئوية، وبالتالي يعني هذا تغير في الأمور أو في المنحى الاقتصادي الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. عدد من الاقتصاديين في الولايات المتحدة صرحوا بأن التخوف من أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفعها بنفس المقدار الشهر القادم في يونيو، رفعها بنسبة 75 نقطة أساس، خاصة أن من المفترض أنه بعد شهر يونيو تبدأ صرحت جيروم باول، وكما صرحت قبل ذلك جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، وبالتالي من المفترض أن تكون أعلى نسبة يتم رفعها هي النسبة التي سيتم إعلانها غدا والتي ستقرر بنحو 75 نقطة أساس. هذا الأمر لم يحدث منذ عام 1994 أن يزيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسبة يعني الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أي نحو 3/4% حتى الآن. نعم. طيب، يعني كل هذه الإجراءات تتخذ لمعالجة التضخم يعني الموجود في الولايات المتحدة، ولكن كان هناك حديث لافت الحقيقة للرئيس الأمريكي بايدن عندما كان يتحدث أمام مؤتمر لاتحادات العمال في بنسلفانيا، قال إن خطته للاقتصاد الأمريكي هو تحقيق تقدم استثنائي وجعل أمريكا في وضع يمكنها من معالجة مشكلة هي الأسوأ في جميع أنحاء العالم فيما عدا هنا، هي التضخم. يعني ماذا يقصد بفيما عدا هنا؟ يعني هل يقصد أنه لا يوجد تضخم في أمريكا؟ أعتقد شادي بأن بايدن كان يقصد بهذا الحديث الذي أجراه اليوم في كلمته على مدار 30 دقيقة تقريبا، ألقى تلك الكلمة أمام عمال اتحاد النقابات أو أعضاء اتحاد النقابات العمالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، كان يقصد بالتأكيد بأن نسب التضخم العالية التي حدثت على المستوى العالمي ربما تكون الولايات المتحدة تأثرها بها من وجهة نظري ليست مثل باقي دول العالم، ودائما ما يشير بايدن بأن الولايات المتحدة ما زالت حتى الآن تحظى باقتصاد قوي، وبأن وضع العملة الأمريكية الدولار على المستوى العالمي جيد للغاية، وبأنه يتوقع دائما بأنه مع نهاية هذا العام
سيتم كبح نسب التضخم وربما الوصول للهدف الذي اعلن من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي للوصول لنسبه تضخم تقدر ب 2% فقط. لكن تتخيل بان مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي يريد ان تهبط نسبه ارتفاع الاسعار او نسبه التضخم من 8.6% الى نحو 2% مع نهايه هذا العام. كل التخوف من حدوث ركود اقتصادي. بايدن ذكر اليوم بان يعني اهتمام الاداره الامريكيه حاليا منصب على الطبقه المتوسطه في الولايات المتحده الامريكيه وعلى طبقه العمال، هم الاهم بالنسبه للاداره الامريكيه الحاليه. ويعني كان ممازحا لمن حضروا هذا المؤتمر، ذكر بان لك ان تتخيل ان يعني من يعملون في وول ستريت في البورصات الامريكيه يحظون باجازه لمده بضعه ايام، هذا الامر لا تاثير له مثلما ما قد يحدث اذ ما اخذ عمال امريكا اجازه لبضعه ايام او الى وقت معين، وبالتالي كان يشير الى اهميه العمال في امريكا وبانه يحاول دائما تعزيز دور المصانع الامريكيه وجلب بعض الصناعات التي يعني يتم تصنيعها في خارج الولايات المتحده يتم بيعها في الاسواق الامريكيه الى الداخل. يقصد بذلك بالتاكيد شادي الصين، لان الصين تعتبر هي المصنع الرئيسي لمعظم المنتجات التي تباع في الولايات المتحده الامريكيه، حتى وان كانت الشركات التي تمتلك تلك المنتجات او مصنع لها شركات امريكيه، لكنها تفضل الذهاب للصين ليعني وفره العماله وقله التكاليف او انخفاض التكاليف. بايدن لديه بالتاكيد بعض الخطط المتعلقه في الصين بالنسبه للوضع الاقتصادي، ويعني مستشار الامن القومي ليس فقط الوضع الاقتصادي لكن ايضا الوضع السياسي، مستشار الامن القومي جاك سوليفان قضي بلقاء مع نظيره الصيني، نوقش من خلاله بالتاكيد تطورات الازمه الاوكرانيه الروسيه وايضا التطورات في المحيط الهادي والمحيط الهندي. اكيد نعلم جميعا بان الازمه قد تحدث، الازمه بين الصين وتايوان تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الامريكيه الصينيه. شكرا جزيلا لك كريم يسري، كنت معنا مراسل اكسترا نيوز من واشنطن. وننتقل إلى فرنسا. خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 500 جندي فرنسي منتشرين على الحدود الرومانية مع أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك. وأوضح ماكرون أن الهدف من الزيارة هو دعم الجنود الفرنسيين الذين تم حشدهم في إطار حلف شمال الأطلسي لحماية حدود شرق الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة تجنب اتساع رقعة الحرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك خالد، إذن ما أهم ما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للجنود المنتشرين على الحدود الرومانية الأوكرانية؟ تحياتي شادي ليك ولريهام ولكل السادة المشاهدين. في إطار هذه الزيارة الهامة التي بدأ بها الرئيس الفرنسي جولته إلى رومانيا وأيضا إلى مولدوفيا يوم الغد، وهناك حديث عن إمكانية زيارة الرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني إلى كييف العاصمة الأوكرانية. هذه الزيارة لم يتم التأكيد عليها من قبل قصر الإليزي، تبقى مجرد تخمينات وتوقعات بهذه الزيارة إلى العاصمة الأوكرانية. شادي، أمام جنود الفرنسيين المشاركين طبعا جاءت هذه الكلمات: سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة المفاوضات في سباق الحرب في أوكرانيا، ولكن بطريقة دائمة سنحتاج إلى حماية أنفسنا والردع والحضور بقوة. كانت هذه هي الكلمات القوية للرئيس الفرنسي الذي يعني تحدث بها وحاول الاطمئنان على الجنود الفرنسيين المتواجدين ضمن مجموعة من الجنود بحلف الناتو. وتأتي هذه الزيارة كما وصفها الإعلام هنا بفرنسا لتؤكد على أن الرئيس الفرنسي مستمر في دعم أوكرانيا من ناحية وإرسال
إرسال رسائل تطمينية إلى أوكرانيا وإلى الشعب الأوكراني بأن الدعم العسكري الفرنسي والأوروبي لن يتوقف هذا، وتستعد فرنسا لتسليم رئاسة الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الشهر. يبدو أن الرئيس الفرنسي يريد أن يثبت للقادة في أوكرانيا وأيضا لبعض الانتقادات من دول أوروبا الشرقية التي نالته عندما تحدث عن عدم إهانة روسيا بأن فرنسا مستمرة ومستعدة لتقديم الكثير من الدعم، وظهر هذا جليا من خلال تصريحات مثلا كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية التي أكدت أن فرنسا ستدعم أوكرانيا حتى النصر. ماذا عن أصداء يعني هذه الزيارة لديك في الداخل الفرنسي، سواء كان من خلال المواطن أو أيضا من خلال الصحف أو وسائل الأعلام؟ الحقيقة ريهام هناك اهتمام كبير جدا من قبل المواطن الفرنسي والإعلام في فرنسا هنا بهذا الملف، الملف الأوكراني لما له من تداعيات على الأمن الغذائي من ناحية وعلى التضخم من ناحية أخرى. هذا ما جعل الرئيس الفرنسي يستبق الجميع اليوم ويقوم بحضور أو عمل اجتماع لمجلس الوزراء. من المعروف أن مجلس الوزراء الفرنسي يكون كل يوم أربعاء، ولكنه قدم هذا الاجتماع ليحضره صباح هذا اليوم وليخرج على الفرنسيين قبل أن يعني يذهب في هذه الرحلة إلى رومانيا وإلى مولدوفيا. تحدث في خطاب إلى الفرنسيين محاولة يعني مطالبتهم بتقديم الدعم للدولة الفرنسية وللحكومة الفرنسية وأهمية المشاركة في الجولة الثانية، جولة الانتخابات التشريعية، وذلك على حد قوله في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وطبعا هذا يعني كانت رسالة للداخل الفرنسي ومحاولة منه للحصول على الأغلبية التي من المنتظر أن تكون ليست سهلة في الأحد القادم. ولهذا هناك نظرة كبيرة جدا ينظر إليها على أن الرئيس الفرنسي يتحرك في جميع الاتجاهات في الداخل، بيحاول عن طريق حكومة إليزابيث بورن تقديم المساعدات وشيك غذائي كما الجميع يتحدث عنه الآن، وبصفة خاصة بعد هذه الزيادة في المحروقات التي تخطت 2 يورو للتر البنزين في فرنسا، وهذه الأسعار التي ما زالت تزداد في أمر صعب للغاية ومهمة صعبة للغاية للحكومة الفرنسية. ولكن الرئيس الفرنسي بدأ اليوم مصمما على استكمال يعني الطريقة الفرنسية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وهي طريقة دعم أوكرانيا من ناحية وأيضا الحفاظ على الدبلوماسية مع الجانب الروسي من ناحية أخرى. وأما فيما يخص الداخل فإرسال رسائل إلى الفرنسيين ومحاولة وضعهم أمام مسؤولياتهم، حيث أنه أكد أنه وقت الاختيار هو وقت صعب وعلى الجميع أن يشارك من أجل الجمهورية على حد قوله. نعم، خالد شقير مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مارسيليا، شكرا جزيلا لك خالد. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها عرضت على المقاتلين الأوكرانيين الذين يحتمون في مصنع أزوت للكيماويات في بلدة سيفيرودونيسك بشرق أوكرانيا فرصة الاستثلام، حسب ما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس. أضافت الدفاع الروسية أنها فتحت ممرا إنساني الأربعاء للمدنيين من مصنع أزوت. كشفت مصادر أمنية روسية أن عدد القوات المسلحة الأوكرانية المنتشرة بالقرب من دونيتسك بلغ أكثر من 14 مقاتلا بينهم مرتزقة أجانب. وذكرت وكالة تاس نقلا عن مصادر أمنية أن هناك معارك شرسة تدور في منطقة أفديفكا. كانت مصادر روسية قد أعلنت مقتل 5 مدنيين وإصابة 39 آخرين جراء القصف الأوكراني على المنطقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت خلال 24 ساعة عن مقتل أكثر من 350 مسلحا أوكرانيا، فضلا عن تدمير مراكز قيادة وإسقاط مقاتلين. أقالت الدفاع الروسية إن الجيش تمكن من تدمير ترسانة لسلاح المدفعية الأوكرانية وذخائر من خلال استهدافها بصواريخ كاليبر بعيدة المدى. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز ميج 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك، وطائرة مروحية من طراز ماي 24 في نيكولايف، كما تم إسقاط 9 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة. أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف عدم وجود تغيير في مسألة استئناف المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدا عدم وجود تقدم في المفاوضات. وقال أوشاكوف إن الجانب الأوكراني لم يرد على مشروع اتفاق السلام الذي سلمه الجانب الروسي إلى ممثلي كييف في 15 من إبريل الماضي. قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المستثمرين الأجانب على استعداد لاستئناف عملهم في روسيا عند أول فرصة ممكنة. ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيعتبر رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي رفضا للعمل في السوق الروسية، أوضح بيسكوف للصحفيين اليوم إدراك بلاده أن جميع الشركات الأجنبية مستهدفة من قبل المعادين للتعاون مع روسيا في الغرب، والذين يضغطون ويهددون ويبتزون، ولكن كل هذا الابتزاز لا يمكن أن يؤدي إلى شطب مصلحة المستثمرين المذكورين في السوق الروسية. وأشار بيسكوف إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب سيظلون رغم كل شيء يشاركون في منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، ومن بينهم ممثلو شركات من الصين والهند وإندونيسيا والفلبين. أعلنت روسيا حظر دخول 49 بريطانياً هم صحفيون وممثلون في مجال الدفاع إلى أراضيها في عقوبات أقرتها على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن هؤلاء الأشخاص ومن بينهم صحفيون ومسؤولون في عدة وسائل إعلامية لم يعد مسموحاً لهم بدخول روسيا الاتحادية، متهمة إياهم بنشر معلومات كاذبة حول النزاع في أوكرانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين أهلا بك، ويعني دعنا نبدأ بالأوضاع الميدانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات يعني خلال 24 ساعة الأخيرة أسفرت عن أكثر أو مقتل أكثر من 350 مسلح أوكراني وتدمير مراكز قيادة، إسقاط مقاتلتين. يعني إذا كان لديك معلومات أكثر عن الوضع الميداني والعمليات العسكرية الآن، وأين تتمركز أيضا؟ نعم ريهام، في الوقت الذي يتعرض إقليم دونيتسك إلى قصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة أفديفكا، حيث طال القصف الأوكراني مباني سكنية ومستشفى للولادة في إقليم دونيتسك، تنوعت الضربات الروسية اليوم على الأراضي الأوكرانية، حيث تم تدمير مركز لتجمع المقاتلين الأوكران في مدينة خاركوف، وأيضا تم تدمير منظومة لإطلاق الصواريخ في ضواحي خيرسون، واستهداف منشأة عسكرية في مدينة الفوف الأوكرانية، هذه المدينة التي تقع على الحدود الأوكرانية البولندية. التقدم الروسي ريهام لا زال متواصل، وتحديدا في منطقة دونباس، حيث اليوم كانت
هناك معلومات في الداخل الروسي عن إمكانية السيطرة الروسية بشكل كامل على منطقة دونباس في وقت قريب. هذه المعلومات خرجت عن الكرملين وعن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، حيث قال بيسكوف إن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية بوتيرة متسارعة جدا وتحديدا في منطقة دونباس. هناك تعويل روسي على إنهاء وتحرير منطقة دونباس في الوقت القريب من القوميين الأوكرانيين. أيضا من جانبها وزارة الدفاع الروسية اليوم على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف أعلنت عن فتح ممر إنساني آمن يوم غد لإجلاء المدنيين من مصنع أزوت في ابتداء من الساعة 8 بتوقيت موسكو. المدنيين المحتجزين داخل مصنع أزوت، السيناريو ريهام هو نفسه. الآن القوات الأوكرانية وعدد كبير من المقاتلين الأجانب تصفهم وزارة الدفاع على أنهم مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية. عدد كبير من هؤلاء الأجانب إضافة إلى المقاتلين الأوكران هم محاصرين داخل مصنع أزوت. القوات الروسية تعمل على محاصرتهم بشكل كامل داخل المصنع. تم إجلاء عدد كبير من المدنيين، حوالي 100 مدني يوم أمس كما أكدت الدفاع الروسية. اليوم أيضا في عرضها الدفاع الروسية أعلنت عن إنشاء ممر آمن يوم غد لإجلاء المدنيين، لكن ريهام السيناريو هو نفسه. كما فعلت القوات الروسية وحاصرت المقاتلين الأوكران داخل مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبل، الآن المشهد يعيد نفسه. الآن المشهد هو ذاته، القوات الروسية تعمل على محاصرة القوات الأوكرانية داخل مصنع أزوت وتطلب منهم بالسماح للمدنيين بالخروج من داخل المصنع إلى الممرات الآمنة نحو إقليم لوغانسك ونحو الأحياء والمدن التي تسيطر عليها القوات الروسية. لكن الطلب الأوكراني اليوم من القوات الروسية بالسماح للمقاتلين المحاصرين داخل المصنع بالذهاب نحو مدينة ليستشانس قبل برفض تام من قبل وزارة الدفاع الروسية، كون أن الدفاع أكدت على أن القوات الأوكرانية تريد إجلاء المقاتلين الأوكران وإضافة إلى المقاتلين الأجانب تحت إطار إجلاء المدنيين والعملية الإنسانية. هذا الشيء رفضته وزارة الدفاع بشكل كامل، فقط قدمت عرض على إجلاء المدنيين نحو المناطق التابعة إلى القوات إقليم لوغانسك وإلى القوات الروسية. أيضا الدفاع قدمت عرض إلى المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين داخل المصنع بتسليم أسلحتهم، هي سوف تؤمن حياتهم لكنها ستقدمهم إلى المحاكمة نتيجة الجرائم التي اقترفوها. بالمقابل أيضا ريهام وتحديدا في إقليم لوغانسك هناك تقدم للقوات الروسية في مدينة سيفردانيتس. هذه المدينة أيضا تشهد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، وأيضا مدينة ليستشانسك لا زالت القوات الأوكرانية متمركزة بنسبة عالية جدا وبنسبة كبيرة داخل مدينة ليستشانسك. القوات الروسية تلاحق المقاتلين الأوكرانيين لتطهير المدينة منهم. هذا ما جاء في بيان الدفاع الروسية اليوم رها. طيب، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يعني ذكر منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي وقال أنه مستثمرين أجانب على استعداد لاستئناف عملهم مرة أخرى في روسيا عند أول فرصة ممكنة. هل يعتبر هذا يعني تفاؤلا زائدا عن الحد أنه يتوقع أنه مستثمرين يعني أجانب أو من الغرب يأتون إلى هذا المؤتمر في سان بيترسبرغ؟ شادي، بالنسبة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كل عام هذا المنتدى يجري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكن لهذا العام أو للمنتدى لبدء المنتدى هذا العام دلالة خاصة، وخصوصا بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا. هذه العقوبات وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنها حربا اقتصادية شنها الغرب على روسيا. المؤتمر الذي سيبدأ يوم غد سيحضره أكثر من 180 دولة. هذه الدول معظمها تصنفها روسيا في إطار أو في قائمة الدول الحليفة لروسيا. الممثلين عن هذه الدول سيكونوا معظمهم من رجال الأعمال ومن المستثمرين
المستثمرين، هناك المزيد ومن الاتفاقيات سيتم عقدها بين روسيا وبين هؤلاء المستثمرين. الجانب الروسي يعول كثيرا على المنتدى، وأيضا بالمقابل الجانب الروسي وأيضا على لسان الناطق الرسمي ديمتري بيسكوف أكد على أن معظم الشركات الغربية التي أعلنت إقفالها في بداية العملية العسكرية معظمها يرغب في العودة إلى السوق الروسي. الأسباب التي تدفع الشركات ولكنه الغربية قال أيضا يعني أن هذه الشركات يتم الضغط عليها ويتم تهديدها ويتم ابتزازها، ومن الممكن أن يؤثر هذا على نسبة الحضور يعني من المستثمرين. نعم بالتأكيد شادي، الجانب الروسي يؤكد منذ بداية الغرب فرض عقوبات على روسيا يؤكد أن الولايات المتحدة بشكل رئيسي وبالدرجة الأولى هي التي تفرض على الشركات الغربية وعلى الدول الأوروبية، تفرض عليهم الضغط وتطلب منهم بفرض عقوبات على روسيا، مع علمهم مع علم الشركات وعلم الدول الأوروبية أنهم لا يمكنهم الاستغناء عن روسيا نظرا إلى تنوع السوق الروسي ووجود الموارد داخل هذا السوق. بالنسبة لمنتدى سان بطرسبورغ بالرغم من كافة الضغوطات والعقوبات التي تفرضها التي فرضها الغرب على روسيا، إلا أن هذا المنتدى سيحصل، ونتائج هذا المنتدى حسب الخبراء خبراء الاقتصاد بطبيعة الحال معظمهم يؤكد على نجاح هذا المؤتمر نظرا إلى عدد الدول التي أعلنت عن حضورها بشكل فعال خلال هذا المؤتمر. كل عام خلال المؤتمر يتم إبرام العديد من الاتفاقيات بين الشركات الروسية والشركات الأجنبية. هذا العام سيكون هناك عدد الاتفاقيات ستكون كثيرة جدا نظرا إلى عودة أو نظرا إلى التنوع داخل السوق الروسي، ونظرا أيضا إلى أن روسيا دولة عظمى كما يؤكد المسؤولين الروس لا يمكن لأحد عزلها عن باقي دول العالم. الجانب الروسي يعرب عن أمله في تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبين مختلف الدول العالمية، لكن الغرب هو الذي يريد عزل روسيا، هو الذي يريد الضغط على روسيا ومنعها من أن تكون دولة مستقلة. الجانب الروسي يعتبر على أن هذه القرارات الغربية هي خاطئة، والغرب هو من يتحمل مسؤولية إخفاقاته، وتحديدا في مسألة أزمة الغذاء العالمية وكلام الرئيس بوتين عن استعداد روسيا للمساعدة في حل هذه الأزمة، لكن بوتين بالمقابل قال أن الغرب يتحمل مسؤولية إخفاقاته في الكثير من القرارات التي يتخذها منذ بداية الأزمة لغاية الآن. طيب حسين، يعني أريد أن أذهب معك لتصريحات للرئيس الأوكراني الحقيقة فلوديمير زيلينسكي، تحدث فيه عن أن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، ولكنه يحتاج أولا ما قاله يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى، وأيضا تعهد باستعادة كييف لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها. هل هناك رد فعل رسمي يعني أو رد رسمي من قبل روسيا تجاه هذه التصريحات من الرئيس الأوكراني؟ ريهام، لا يوجد أي رد رسمي روسي على تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لكن بطبيعة الحال ريهام المنال الأوكرانية باستعادة أراضي شبه جزيرة القرم صعب تحقيقها نظرا إلى أن العملية العسكرية الروسية لغاية الآن لا يمكن ربطها بأي توقيت أو بأي مدة زمنية. العملية العسكرية الروسية مستمرة لتحقيق كافة الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين، إضافة إلى أن هذه الأهداف ازدادت خلال الأسابيع الماضية. أيضا الجانب الروسي لا يسمح للقوات الأوكرانية باستعادة أراضي شبه جزيرة القرم كون أن أراضي القرم أصبحت أراضي روسية، وهذا الأمر غير قابل للنقاش كما أكد العديد من المسؤولين الروس. أما عن المطالبة الأوكرانية الغرب بإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة جديدة، هذا الأمر سيقابل بتصعيد روسي، وهذا ما أكده الرئيس بوتين على أن القوات الروسية ستنفذ قراراتها بضرب واستهداف مراكز صنع القرار. هذه المراكز لن تقتصر فقط على العاصمة الأوكرانية كييف، وإن اقتصرت على كييف ستدمر القوات الروسية مركز وزارة الدفاع الروسية مركز وزارة الدفاع الأوكرانية، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في حال استهدفت القوات الأوكرانية الأراضي الروسية. وأيضا هناك تصريحات للرئيس الأوكراني عن استلام القوات الأوكرانية 10% فقط من الأسلحة التي
التي أعلن عنها الغرب منذ بداية الأزمة. هذا ما يؤكد على أن الغرب لغاية الآن هو فقط يريد تحقيق مكاسب ومصالحه الاقتصادية والسياسية. أيضا هذا الشيء يؤكد على صحة القول الروسي والتأكيدات الروسية على أن الغرب غير آبه بالشعب الأوكراني، فقط يريد تحقيق مكاسب اقتصادية ومكاسب جيوسياسية. هذا الأمر موسكو لا تسمح به، وأيضا هذا ما أكده الرئيس بوتين على أن لا مشكلة بين الشعب الروسي والشعب الأوكراني، هم شعبا واحد، المشكلة فقط هي مع النازية الجديدة التي بدأت في أوكرانيا. القوات الروسية لا يمكنها إنهاء العملية العسكرية إلا بعد اجتزاز النازية من أوكرانيا بنسبة 100%، وإلا فإن أي دور أو نتائج للعملية العسكرية تكون لن تكون حققت المطلوب منها في حال لم يتم اجتزاز النازية بنسبة 100%. هذا الشيء يؤكده جميع الخبراء وجميع المسؤولين في الداخل الروسي، إضافة إلى أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح، دولة محايدة لا تشكل خطر على روسيا ولا على الثقافة الروسية. في هذا السياق وعلى الجانب الآخر بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، اليوم نائب الرئيس الروسي قال إن المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني لا تقدم أي شيء جدي لغاية الآن. المفاوضات بين الطرفين يمكن وصفها على أنها دخلت نوم سريري لغاية الآن، لا يوجد أي لقاء بين الطرفين عبر تقنية الفيديو أو لقاء مباشر، بالرغم من الدعوة الروسية للجانب الأوكراني بضرورة الجلوس على الطاولة والتفاوض مع موسكو من أجل حل هذه الأزمة. لكن ريهام بطبيعة الحال كما يؤكد الجانب الروسي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطون بشكل كبير على الرئيس زيلينسكي وعلى القوات الأوكرانية لعدم الجلوس على الطاولة والتفاوض مع موسكو. شكرا جزيلا لك حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز من العاصمة الروسية موسكو. حديث الأخبار يعود إليكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد ونستمر في متابعة الأخبار. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى. وتعهد زيلينسكي باستعادة كييف لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، داعيا مواطنيه إلى إبقاء الاتصال مع المناطق التي سيطرت عليها روسيا مثل دونيتسك وخاركيف، مؤكدا أن الجيش الأوكراني سيعمل على تحرير تلك المناطق. كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن الجيش يتعرض لضغوط كبيرة في دونباس، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى مدفعية حديثة من شركائه الأوروبيين. قال حاكم مدينة سيفيرودونيسك الأوكرانية إن جميع الجسور المؤدية إليها دمرت، أضاف أن إيصال الإمدادات وإجلاء المدنيين أصبح الآن مستحيلا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قتالا عنيفا يدور في المدينة الشرقية. قال نائب وزير الزراعة في أوكرانيا تاراس فيسوتسكي إن عدد الحقول الزراعية في بلاده انخفض بمقدار الربع منذ العملية العسكرية الروسية. وتوقع وزير الزراعة الأوكراني أن يكون الحصاد كافياً لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة وأن هذه الاحتياجات قد انخفضت منذ فرار الكثيرين، مبيناً في الوقت ذاته انخفاض المحاصيل الموجهة للتصدير جراء الحصار الروسي على حد قوله. بدأت المفوضية الأوروبية مناقشاتها حول توصياتها بشأن وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، وسيتم الإعلان عن القرار يوم 17 من يونيو الجاري. وبدأت المفوضية مناقشة القضية كما هو مخطط لها، مشيرة إلى أن أوكرانيا دولة أوروبية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك محمد، إذن الدفاع الروسية قالت إنها عرضت على المقاتلين الأوكران الذين يتواجدون ويحتمون في مصنع أزوت للكيماويات في سيفرو دونيسك فرصة للاستسلام، رفضت يعني أن تعاملهم معاملة المدنيين الذين
سوف يخرجون من المصنع أو محيطه، وقالت يعني أنها تريد استسلام المقاتلين. ما الذي حدث إلى الآن فيما يتعلق بالمصنع؟ حقيقة لحد الساعة لا يوجد رد فعل رسمي أوكراني بشأن هذه المبادرة الروسية. كل ما يتم الحديث عنه هو أن تمركز الوحدات الأوكرانية في سيفيرودونيسك ما زال في المنطقة الصناعية، طبعا إلى جانب وجود نحو 500 مدني. طبعا إلى جانب ذلك يقول الجانب الأوكرانيون بأن هناك سيطرة لنحو 70% على مساحة مدينة سيفيرودونيسك من قبل القوات الروسية. الحديث الآن أيضا عن تدمير القوات الروسية للجسر الثالث الرابط بين مدينة سيفيرودونيسك والمدينة المجاورة مدينة ليسيتشانسك. هذه الجسور كانت تستخدم في العادة سواء للدعم اللوجستي وكذلك للإمدادات اللوجستية من قبل القوات الروسية، وكذلك الأمر الآخر هو إجلاء المدنيين. طبعا ومع الآن صعوبة الوضع العسكري في تلك المدينة خاصة مع تكثيف القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة وخلال الساعات 24 الماضية قصفها المدفعي والجوي على مختلف أماكن تواجد القوات الأوكرانية، ربما أصبح هناك استحالة لتنظيم عملية إجلاء من تلك المدينة. طبعا الوضع كله معقد الآن في المنطقة الشرقية في إقليم الدنباس، والتقارير العسكرية اليومية الواردة من قبل مختلف الهيئات الأوكرانية تشير إلى معارك دائرة في مختلف المدن والبلدات، وكذلك إلى القصف الجوي الروسي الذي يمس هذه المناطق، بالإضافة إلى دعم الوحدات الروسية سواء تلك المتمركزة في سيفيرودونيسك أو في مختلف المناطق الأخرى من إقليم الدنباس. محمد، يعني دعنا نذهب أيضا لتصريح لوزير أو نائب عفوا وزير الزراعة الأوكراني الذي تحدث عن عدد الحقول الزراعية الذي انخفض في بلاده بمقدار الربع منذ بدء العملية العسكرية، وقال أو توقع أن يكون الحصاد كافي لتلبية الاحتياجات المحلية، خاصة أن هذه الاحتياجات انخفضت منذ أن فر الكثير من المواطنين. ولكن كيف يلمس المواطن تأثير ذلك على توافر السلع؟ يعني هل هناك سلع معينة هناك مشكلة فيها في توافرها؟ هل يشعر المواطن بهذا الانخفاض في الرقعة الزراعية؟ طبعا بالعودة ربما إلى تصريحات الوزير الأوكراني، وتحدث عن سيطرة أوكرانيا على نحو 20% من المساحة الزراعية للبلاد، وكذلك توقعات الجانب الأوكراني بشأن موسم الحصاد، نتائج موسم الحصاد، وتوقع بأن تكون في حدود ما بين 50 إلى 65 مليون طن خلال هذا العام. طبعا إذا أشرنا إلى الوضع المحلي هنا لا يلمس من خلاله وجود أزمة في المواد الغذائية أو في المواد الزراعية أو في غيرها، هناك وفرة إذا تحدثنا طبعا عن المناطق التي تشهد أمانا نسبيا هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، مناطق غرب البلاد وبعض المناطق الشرقية حتى في منطقة بولتافا، منطقة دنيبر وغيرها. لكن ما يمكن الإشارة إليه وفق دائما الوضع المحلي هنا، هناك ارتفاع للأسعار لمختلف المواد الأولية بمختلف أصنافها، طبعا مع غياب لبعض المواد التي كانت تستورد في الفترة ما قبل الحرب مع ارتفاع الأسعار. طبعا هذا يأتي إثر التأثيرات أو تداعيات الحرب على الوضع الاقتصادي العام في البلاد. لكن ما يمكن الإشارة إليه وفق جميع الخبراء ووفق ما لمسناه ربما في الشأن المحلي، هناك وفرة لمختلف المواد الأولية. أتحدث هنا بصفة خاصة عن المناطق التي تشهد أمانا وليس تلك المناطق التي تشهد صراعا مسلح، لأن المناطق التي تشهد صراعا طبعا فيها الوضع صعب والوضع أسوأ من تلك المناطق الأخرى في البلاد. لكن على العموم بالنسبة لارتفاع الأسعار هو مستمر، خاصة مع تراجع العملة المحلية وكذلك ربما انخفاض وتيرة الواردات والصادرات الأوكرانية من وإلى مختلف الدول.
يعني بمناسبة الحديث عن الوفرة، هناك وفرة أخرى أيضا تحدث عنها الرئيس الأوكراني زيلينسكي عندما قال أن الجيش الأوكراني لديه وفرة أو ما يكفي من الذخيرة، ولكنه يحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى. طالب الرئيس الأوكراني مرة أخرى، يطالب مرارا وتكرارا حلفائه في الغرب بإمداده بهذه المدفعية الحديثة أو الأسلحة الحديثة أو الأسلحة بعيدة المدى، ولا يوجد رد. هل تغير الأمر؟ طبعا ما يقوله الأوكرانيون الآن بخصوص الأسلحة طويلة المدى يبدو أنها هي أصبحت الكلمة الفصل برأيهم ضمن الصراع في منطقة الدنباس، لأن كما يوصفون المعركة هناك باتت معركة قصف ومعركة دبابات، والتقدم الروسي جاء بفضل الآليات العسكرية القوية، بفضل القصف، وليس من خلال معارك وجه لوجه. لذلك في رأيهم الآن ما سيمكن أو ما الذي سيساهم في تغيير ربما المعركة أو نتائج المعركة في الدنباس هو الأسلحة طويلة المدى التي تمكن من ضرب عمق القوات الروسية عن بعد قبل توجهها إلى مختلف المناطق. ما يشير إليه بعض الخبراء مثلا ويضربون به المثال وما حدث مؤخرا في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث عجزت القوات الروسية ربما منذ الأسابيع الأولى لهذه الحرب هذه المدينة صامدة، لكنها لم تستطع الصمود في الأيام الأخيرة بسبب دفع القوات الروسية للمزيد من وحداتها العسكرية، طبعا تحت غطاء قصف جوي ومدفعي كبير جدا، حيث أن السلطات المحلية هناك في سيفيرودونيتسك ورئيس بلديتها يتحدث عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية المدنية، عن تدمير واسع لمختلف الأحياء والمباني السكنية والعمارات وغيرها. المدينة صارت مثل مدينة الأشباح على حد وصفهم. لذلك هنا نلاحظ كما يقول الخبراء تأثير القصف الجوي والقصف المدفعي. الجانب الأوكراني في مقابل ذلك ولمواجهة هذا الأمر أو ما يسمى مواجهة معركة الدبابات في الدنباس يحتاج برأيه إلى أسلحة طويلة المدى تمكنه من ضرب القوات الروسية عن بعد. طيب شكرا جزيلا لك محمد الزاوي، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من العاصمة الأوكرانية كييف. شكرا جزيلا لك محمد. وشادي دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل حديث الأخبار مستمر ويعود إليكم. أهلا بكم من جديد، ومتابعة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم على معدلات النمو في العالم، وأيضا الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة هذه الأزمة. اسمحوا لي أرحب بضيفي دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا ريهام. أهلا وسهلا، شرفنا. وخلينا نبدأ على طول من اجتماع البنك الاحتياطي أو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي من المنتظر بكرة أن يكون في تحريك جديد في أسعار الفائدة. أولا ما هو المتوقع؟ يعني الكلام بيقول 0.75%، حضرتك بتشوف إيه وتأثير ده إيه؟ يعني إذا تم رفع سعر الفائدة ده هيكون تأثيره إيه على البنوك الأخرى عالميا؟ وهل ده هو العلاج المناسب أو الأمثل يعني للركود التضخمي؟ طيب أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. إحنا طبعا العالم النهاردة بيمر بأزمة طاحنة، يمكن الأزمة دي منذ الكساد العظيم سنة 29 ما حصلتش، احنا بنتكلم دلوقتي ما يقارب من 100 سنة أزمة طاحنة بتجوب العالم كله بلا استثناء، سواء دول متقدمة أو الدول النامية. والحقيقة يعني الطمة كانت كورونا وأضافت إليها طمة أخرى هي الحرب الروسية الأوكرانية، فأصبح العالم أزمة على أزمة. طبعا زادت معها المشاكل الكتيرة جدا اللي فيه ظواهر ليها متعددة في الوقت الحالي، ومنها زي ما حضرتك ذكرتي ظاهرة التضخم اللي هو غلاء الأسعار على مستوى العالم أجمع، واللي من خلاله بتلجأ البنوك المركزية في العالم ومنها طبعا الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي المصري أو أي بنك مركزي لأي دولة، إن هو بيحرك عنده سعر الفايدة حتى يستطيع إن هو يمتص السيولة اللي موجودة في الأسواق. الفيدرالي الأمريكي الحقيقة لما وجد إنه التضخم لأول مرة من 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الفايدة عنده بهذا الشكل.
هو حرك مرتين ولسه أربع مرات يفترض إنه خلال سنتين، ولكن إحنا بنشوف وتيرة متسارعة من الزيادات أو من التحريك المستمر. بدأها ب 25 نقطة ثم 50 نقطة، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت متوقع بكرة أنا بعتقد إنه هو ممكن يرفع لحد 50 نقطة. فطبعا دي مش قليلة، لأنه لما بيعمل حاجة زي كده دي بتأثر على اقتصاد العالم بشكل كلي. يعني احنا بنشوف مثلا عندنا الوضع في مصر بنضطر ان احنا نلجأ الى ايضا رفع سعر الفائدة حتى تستطيع الاموال الساخنة ان احنا نحافظ عليها في الدولة. حضرتك متوقع انه تترفع نص في المية؟ نص في المية، رغم ان المراقبين يعني المراقبين هناك بيقولوا ان هي ممكن تطلع لغاية 0.75 يعني او 3/4 في المية. لا يعني هي كلها تكهنات وتوقعات يعني. وبرضو عايز اقول لحضرتك على حاجة، انه حالة اللا يقين مسيطرة على العالم. فاحنا بنقول أرقام تقديرية، ولكن يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. صحيح. فاحنا الـ 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 النقطة بس الرئيسية اللي بنتكلم فيها انه الفيدرالي الامريكي لما بيرفع بتلجأ دول العالم الى ان هي ترفع زيه حتى نحافظ على الاموال الساخنة او الهوت ماني اللي موجودة في اقتصادياتنا. احنا للأسف كان في مشكلة كبيرة جدا في مصر حدثت الايام الماضية لما رفع الفيدرالي الامريكي الخمسين نقطة، وكم كبير من الاموال الساخنة هرب من الاسواق الناشئة ومنها مصر، ولولا طبعا وقف دول الخليج معنا ودعمهم لينا من خلال ضخ استثمارات أدت إلى استقرار في سعر الصرف إلى حد ما. فالأزمة الحالية في العالم بتأثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بنشوف أزمات متعلقة بالتضخم، والكارثة الكبيرة أنه التضخم واخد نوعية بتحصل في الاقتصاد بشكل شاذ، وهو الركود التضخمي أو ستاكفليشن. هو أنه في خوف، في خوف من الاستثمار، وفي خوف من الشراء، وخوف من البيع، وخوف من التجارة، وخوف من كل حاجة. هل الحل الأمثل لهذا الخوف وما يلي من ركود تضخمي، الحل الأمثل هو رفع سعر الفايدة، ولا هناك حلول أخرى من الحل الأمثل ببساطة شديدة جدا هو أن العالم يطمن. طول ما الحرب الروسية الأوكرانية شغالة وموجودة، طول ما كورونا موجود، طول ما في أزمات سواء اقتصادية أو أزمات صحية موجودة في العالم، العالم هيفضل في حالة خوف. والخوف هو أول حاجة يا أستاذ ريهام تؤدي إلى الركود. يعني الركود سببه الأساسي أنه الحاجة ما فيش فيها أي حركة، ما فيش فيها أي نشاط، الاقتصاد ميت أو شبه ميت، هو بسبب الذعر اللي بيجوب العالم النهاردة. فإحنا لسه يدوب العالم كان بياخد أنفاسه أو بيلتقط أنفاسه من أزمة كورونا، دخلت علينا الأزمة الروسية الأوكرانية. فأنا دايما بقول حتى إذا كانت أزمة كورونا عملت قطع لسلسلة الإمداد والتوريد المتعلقة بالبضائع حوالي العالم، فجات الأزمة الروسية الأوكرانية وعملت قطع لسلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغذاء حوالين العالم. يعني تصريح مخيف جدا قاله أنطونيو جوتيريتش اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة، إن خمس البشرية معرضة للجوع والعوز. 1.7 مليار نسمة حوالين العالم بسبب الأوضاع اللي حاصلة في العالم اللي جات نتاج الحرب الروسية الأوكرانية. لأنه عايز أقول لحضرتك إنه رغم إنه يمكن صادراتها يعني هاتين الدولتين حول العالم لم تتعدى 2.5%، ولكن صادراتها مؤثرة جدا على باقي دول العالم. يعني في قطاعات معينة موجودة في التجارة الروسية الأوكرانية العالم بيعتمد عليها بشكل كبير، زي القمح على سبيل المثال، وزي الزيوت على سبيل المثال، وزي المعادن أيضا اللي بتدخل فيه صناعات على سبيل المثال. فبالتالي إحنا مصر على سبيل المثال إحنا بنستورد 42% من استيراد القمح من الدولتين دول، وبنعتمد في سياحتنا على 31% من الدولتين دول. فبالتالي تأثيرهم كبير جدا على اقتصاديات دول العالم. يعني اللي نشن فعلا إن هو يعني ينشب الحرب ما بين هاتين الدولتين، يعني كان فعلا محق إن هو قدر يشل اقتصاد العالم في الوقت الحالي. يعني نسأل للسلامة إن شاء الله في اللي جاي. نعم. طيب إذا كنا بنتكلم عن رفع أسعار الفايدة، وبالتأكيد ده له تأثيراته أيضا، يعني بالتأكيد هو ممكن يكون علاج لبعض المشاكل الاقتصادية، ولكن بالتأكيد أيضا له تأثيرات. نعم. سلبية. هل من ضمن هذه التأثيرات بقى أسعار السلع؟ يعني يعني وضع السلع هيكون إيه هنا؟ لا، هو إحنا مقبلين طبعا على حالة يعني من تضخم جامح يجوب العالم. أسعار الغذاء في العالم الحقيقة يعني في ارتفاع مستمر، والتضخم خلينا أقول لحضرتك إن هو ليه مجموعة أسباب. يعني هو لو جينا نحلل كده الموضوع بتاع ارتفاع الأسعار ده بشكل عام، هنلاقي إنه في أربع أسباب جوهرية موجودين. السبب الأولاني طبعا هو الشلل التام أو شبه التام اللي كان أصاب دول العالم وقفلت على نفسها جراء كورونا، وده طبعا خلى عندنا سلسلة الإمداد والتوريد واللوجستيات تتباطأ أو يحصل فيها شلل بشكل كبير جدا وبشكل واضح جدا. يمكن لما العالم بدأ يتعافى إلى حد ما، فطبيعي جدا يا أستاذ ريهام بعد أي أزمة
بيكون في طلب. يعني لما بتنحسر أزمة كورونا بعد ما كان الطلب متوقف تماما، خلاص الدول بدأت تفتح حدودها مرة أخرى، بدأت المصانع إلى حد ما تشتغل مرة تانية، ففي طلب عالمي كبير جدا. الطلب ده طبعا بيؤدي إلى زيادة الأسعار، نتيجة طبعا زيادة الكمية المطلوبة تؤدي إلى زيادة السعر. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة هو طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية وما حدث فيها من شلل لسلسلة الغذاء. والنقطة الرابعة هي طبعا زيادة أسعار الطاقة في العالم. احنا بنتكلم على برميل البترول ان هو يصل الى 115 دولار او 112 دولار، طبعا ده بيأثر على موازنات الدول. وخلينا اقول لحضرتك انه كمان حالة الغلاء دي والسياسات العلاجية ومنها السياسة النقدية اللي هي ان انا بلعب في سعر الفايدة دي بتحمل فواتير الدول، خاصة الدول النامية او الدول الناشئة فاتورة بهيزة جدا. يعني احنا كل 1% رفع بيؤثر علينا بحوالي 50 مليار زيادة في الموازنة العامة للدولة. فبالتالي طبعا لا، العالم لازم يطمن بعضه ولازم من وجود حل. يعني في تكهنات بتقول ان الأزمة ممكن تستمر عما هو متوقع، ولكن مش هنقف مكتوفين الأيدي زي ما جت كورونا برضو على غفلة، وقدرت الدول ان هي يعني دول كان هناك يعني معالجة سليمة للأثار ودول أخرى تضررت بشكل كبير. احنا برضو في حالة عدم يقين النهاردة، فبالتالي كل دولة لازم تضع من السيناريوهات اللازمة ليها ان هي تقدر تمشي في محيط إمكانياتها ومواردها ازاي. طيب دكتور محمد، وكالة فيتش لتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي العالمي لعام 2022 بنسبة 0.6% إلى 2.9%، وده منذ تقرير توقعاتها لشهر مارس. نعم. ده بيعني هو ده طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الدين المحلي العالمي. أولا الدين العام العالمي احنا بنتكلم النهاردة في حوالي 303 تريليون دولار، ده طبعا بيشكل حوالي 331% من الناتج المحلي العالمي والناتج الإجمالي العالمي. احنا بنتكلم على معدلات خسارة في التجارة العالمية وصلت لقيمة حوالي 258 مليار دولار. احنا بنتكلم على خسائر تكبدتها الاقتصاديات على مستوى العالم بحوالي 12.5 تريليون دولار. يعني ده بيعادل 5 أمثال اقتصاديات دولة إفريقيا، ده بيعادل حوالي 6 أمثال 4 دول أوروبية اللي هم الكبار إيطاليا إنجلترا فرنسا ألمانيا، ده بيعادل حوالي 6 دول من النمور الأسيوية. فبالتالي حجم كبير جدا من الخسائر بيتم تكبده الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. هنا بقى التوقع بيجي سلبي، لأنه في حالة انهيار في اقتصاديات العالم، في حالة دين في الاقتصاد العالمي، في حالة عرض قليل بالنسبة للطلب الموجود في الاقتصاد العالمي، في نقص في سلاسل الإمداد والتوريد حوالين العالم. احنا يعني تقديرات بتقول انه معدل التضخم سيصل الى حوالي 9%. ده احنا كنا لما بنقول انه التضخم العالمي يصل الى 2% او 1.5% دي كانت طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فما بال حضرتك النهاردة احنا بنتكلم تقريبا على 9%، فبالتالي ده رقم يخض ومرعب ولابد ليه من تحرك سريع وجاد من جانب الدول. طيب خلينا نروح لمصر ومصر وازاي استقبلت يعني هذه الأزمات المتتالية، سواء كان كورونا سواء كان طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا أن مصر كانت من قبل ده قد بدأت في اتخاذ أو يعني في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مشروعات قومية كبرى بيتم تنفيذها. كان وقع هذه الأزمات إيه عن مصر في ظل بدأها في تنفيذ هذه المشاريع أو هذا المشروع؟ خلينا أقول لحضرتك سؤال بالعكس، ماذا لو؟ ماذا لو لم تكن نعم مصر قد ماذا نعم لو لم تعمل مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي، أو أن هي تضخ الاستثمارات الحكومية، أو أن هي يبقى عندها السيناريو المبكر لمواجهة الأزمات. الحقيقة لما نيجي نبص على الوضع من 2013 ما قبل 2013 تحديدا، يعني احنا كنا بنعاني من فاتورة باهظة جدا من الخسائر المتراكمة اللي حصلت من بعد 2011. احنا كنا بنتكلم على معدل بطالة عالي جدا حوالي 13.5%. احنا كنا بنتكلم على تآكل في الاحتياطي النقدي الدولاري من العملة الصعبة، يعني وصل لحدود دنيا، وصلت حوالي احنا بنتكلم في 12.5 مليار دولار، طبعا ما يعملوش حاجة خالص. احنا كنا بنتكلم على معدل نمو منخفض جدا 1.5% و2%. احنا كنا بنتكلم على تخفيض متتالي 6 مرات في سنتين حصلوا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المصري. يعني معنى كده عدم قدرتك على انك تستلفي من مؤسسات دولية لإقامة مشروعات او حتى تصرفي على المواطنين. فبالتالي لما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان هناك رؤية جادة
لعملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وبالفعل هي بدأت من 2015 وتحط أجندة عملت عليها الحكومة، تغير الوضع تماما. علشان برضو أختصر الحديث، الكلام اللي أنا اتكلمت عنه من معدلات البطالة أو النمو أو ما يتعلق بالاحتياطيات النقدية، ما يتعلق بالتصنيف الائتماني، كل ده تصلح. بنتكلم على رقم بطالة حوالي 7.5% تقريبا، يعني بنتكلم على احتياطي نقدي وصل إلى حوالي 45 مليار دولار، بنتكلم على تصنيف ائتماني مستقر إلى هذه اللحظة، بنتكلم على معدلات نمو 5.5%، ولولا حدث كورونا لكنا وصلنا إلى 7.8%. لولا عملية الإصلاح الاقتصادي يا أستاذة ريهام لكانت مصر على مشارف لا قدر الله السقوط. فالحمد لله لما دخلنا الكورونا كان وضعنا كويس جدا، كان هناك وفر مالي دعمت به الدولة اقتصادها ب 100 مليار جنيه، خرجنا من أزمة كورونا ولم نعاني مثل ما عانت دول بنقول عليها دول كبيرة ودول متطورة. ما لقيناش، مفترض أن اقتصادياتها اقتصادات قوية أقوى جدا مننا، فما حسيناش أن في نقص في السلع والخدمات، حتى لما حدث يعني هناك طلب على مستلزمات طبية والكلام ده كله، تدخلت القوات المسلحة وتدخل القطاع الخاص وقدرت الدولة أن هي تسند بعضها لحد ما خرجت من الأزمة بتاعتها. احنا الحمد لله عدينا كورونا بسلام وبأقل خسائر ممكنة، ولكن لما جت الأزمة الروسية الأوكرانية للأسف بقى هنا حنعيد سيناريو إدارة الأزمة تاني. مصر النهاردة وضعت أيضا 130 مليار جنيه تكاليف مباشرة و335 مليار جنيه تكلفة غير مباشرة لأثار هذه الحرب عليها. فبالتالي هنا الدولة لولا السيناريو المبكر لوقعت في أزمات كتيرة جدا. أعتقد أنه النهاردة الحكومة قدمت السيناريو وعرضت يمكن في خطة اقتصادية لمعالجة أثار هذه الأزمة، يعني دولة رئيس الوزراء بنفسه وطلع واتكلم قدام جمهور كبير جدا من الصحفيين وقال السيناريو اللي المفروض الدولة هتمشي فيه الفترة اللي جاية. الدولة عايزة تمشي فيه إن هي هتوفر قدر الإمكان مشاركة القطاع الخاص في أمور كثيرة دي جدا. دي نقطة مهمة، يعني الرئيس وجه فعلا بإشراك القطاع الخاص في تنمية الدولة وفي الجهود اللي بتقوم بيها الدولة والاهتمام بهذا القطاع المهم. والحقيقة أنه يعني انعكاسا لذلك أطلق دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فكرة وثيقة ملكية الدولة. أهمية الخطوة دي وهتعمل إيه فعلا فيما يخص الاقتصاد في مصر ومشاركة القطاع الخاص؟ هو دايما يا أستاذ ريهام الحكومة وهي جزء من الشعب وهي ذراع الدولة لتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف. الحكومة هي بتحط البلاتفورم الأساسي أو بتحط الـ نقدر نقول يعني البانل الرصيف اللي كلنا بنقف عليه، سواء قطاع خاص سواء قطاع أهلي سواء حتى القطاع الحكومي. فهي بتعمل البلاتفورم ده وبعد كده بيجي القطاع الخاص يشتغل عليه ويكمل. يعني على سبيل المثال الحكومة مثلا لما بتعمل استثمارات كتيرة جدا في المرافق والبنية التحتية والطرق والتوسع العمراني، وإن احنا بنلجأ النهاردة إن احنا نروح الصحراء ونعمر ونبني هناك، وبيجي القطاع الخاص يدخل معانا ويشترك ويبني معانا والكلام ده كله، ده دور كبير جدا هيقوم بالقطاع الخاص الفترة القادمة. ووثيقة ملكية الدولة حقيقة يعني تم عرضها من جانب الحكومة إن هي بتقول في هذه الوثيقة إنه فيها يا جماعة إحنا عندنا ثلاث حاجات، يا إما في هيبقى تخارج كامل من جانب الحكومة المصرية من قطاعات في الاقتصاد المصري، أو هيكون في تثبيت أو تخفيض لمشاركة الحكومة، أو هيكون في أصلا القطاعات لا هتكون فيها الحكومة موجودة فيها بشكل كامل أو شبه كامل. فالحقيقة القطاع الخاص برضو خلينا نكون يعني صادقين فيما نقول، هو على مدار التاريخ المصري بيدخل وبيخرج بنسب معينة. يعني في نسب معينة مثلا في 2010 في أواخر 2010 كان القطاع الخاص مستحوذ على الاستثمارات بشكل شبه كامل. لما جينا بعد يناير ففي خوف طبعا على رأس المال، لا تدخلت الدولة بقوة عملت استثمارات حكومية. الاستثمارات الحكومية يمكن كان نصها موجه للبنية التحتية، موجه للتعليم، موجه للصحة. الدولة دخلت بقوة أن هي تنفذ مشروعات قومية لأن كان عندها مشكلة كبيرة جدا وهي البطالة. فالمشروعات القومية أخدت في طياتها 5 مليون عامل بيشتغلوا فيها، ده اللي خلى الناس لحد النهاردة متماسكة والدولة واقفة. كمان الدولة عملت بجدية برنامج إصلاح اقتصادي
ان هي بتقول يا جماعه تعالوا احنا بنطور مجالات الدوله وقطاعات الدوله المختلفه وبنحاول ندور على الفرص اللي موجوده في مصر ونطورها وننميها. فالنهارده حضرتك على سبيل المثال هم خصصوا 3 سنوات لمشاركه القطاع الخاص، او انا اسف 4 سنوات لمشاركه القطاع الخاص، كل سنه 10 مليار دولار سيتم تسييلهم بمشاركه القطاع الخاص. احنا بنتكلم على مواني هيتم ادماجهم تحت شركه واحده، احنا بنتكلم على مثلا يعني شركات في النقل، احنا بنتكلم على شركات في الطاقه، احنا بنتكلم على شركات في البناء والتشييد العمراني، بنتكلم على قطاعات كتيره جدا القطاع الخاص هيدخل فيها بجديه الفتره القادمه واشراكه الفتره القادمه، لانه اعتقد القطاع الخاص لديه رؤوس اموال، وهنا القطاع الخاص احنا بنتكلم سواء على مستثمر محلي مصري او مستثمر اجنبي، فبالتالي حضرتك بتفتحي قنوات الى انه تقدري تنوعي فرص الاقتصاد المصري، والحقيقه ده مهم جدا في الوقت الحالي. احنا محتاجين نبحث بطريق او باخر عن تنوع للاذرع الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. لا يكتفي الاقتصاد المصري على مثلا 3-4-5 بنود في دخله، ولكن احنا ممكن نزود هذه الدخول بشكل اكبر كثيرا. يعني على سبيل المثال بدل استيراد القمح، هناك توجه جاد من جانب الدوله، زرعنا ما يقارب من 3.5 مليون فدان. النهارده عندنا يعني القمح فيه الحمد لله احتياطي يكفينا لمده 4 أو 5 شهور قادمين. فده بيخلي قدامك الفرصه انك تاخدي قرار بشكل سليم، مش قرار تحت تأثير أزمة أو تحت وطأة إن أنا مثلا متسرع علشان ممكن يحصل حاجة. والقادم مهما كان سيكون المفروض الدولة المصرية هي بتمشي في طريق رسماه وحطت خطة لهذا الأمر، وبتحاول إن هي إن شاء الله تنجح فيه بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، شرفتنا يا فندم. جزيل الشكر يا فندم، أشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل، بعد الفاصل حديث الأخبار مستمر وهيكون معكم شادي شاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه القراءة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم. ونبدأ بالأوضاع على الأرض، لأن فيها يمكن متغيرات كبيرة جدا. بدت روسيا وكأنها تسيطر على إقليم دونباس بشكل كبير، مدينة سيفيرودونيسك هي مسألة أيام حتى تسقط كاملة يعني تحت السيطرة الروسية، حتى مصنع أزوت وهو سيناريو يمكن متكرر لمصنع أزوفستال في ماريوبول، نفس الخطوات تتخذ الآن، كيف ترى الوضع على الأرض؟ يعني هو انطباعك صحيح أنه في تقدم روسي، بس أنا عاوز أشير إلى نمرة واحد، أو أولا ما يجري في أوكرانيا كما قلنا غير مرة هو حرب ذات طابع عالمي تجري في الميدان الأوكراني تحت المستوى النووي، و تزويد الغرب أمريكا وغيرها لأوكرانيا بالسلاح في قلب هذه الحرب. واضح أن هذه اللعبة، فكرة تزويد أوكرانيا بالذخيرة من أول الذخيرة لحد راجمات الصواريخ سواء M270 البريطانية أو هيمارس الأمريكية وغيرها، كل هذا يفضي إلى لا شيء. إلى لا شيء بمعنى إيه؟ بمعنى انه هذا التزويد الكثيف، هذا التدفق الهائل للسلاح الى اوكرانيا قد يعيق التقدم الروسي، يؤخر زمنه، يعني يمد في وقته، لكن الى حين، لكنه لا يمنع في كل الاحوال ما يبدو قدرا، وهو النجاح او النصر الروسي في تحقيق الاهداف المخطط لها. في قلب هذه الاهداف منطقة الدنباس. قبل 24 فبراير كان حديث بوتين عن الاعتراف بجمهوريتي الدونباس اللي هما لوغانسك ودونيتسك، وبالتالي والاتفاق من قبل ممثلي هاتين الجمهوريتين مع موسكو على نجدتهما، لانه طبعا هذا الوضع يعود ل 2014. في البدايه كانت القوات ما يسمى بالانفصاليين قد سيطرت على اجزاء كبيره من الجمهوريتين، بعد ذلك حدث ان الجيش الاوكراني وبدعم غربي عموما استعاد السيطره على مناطق كثيره جدا في الجمهوريتين، منها ماريوبول ومنها حتى سفيرودونيتسك وغيرها وغيرها. فالكلام الجانب الاخر اللي هو الغرب، لو لاحظنا التقارير التي تنشر من اول واشنطن بوست الاندبندنت البريطانيه قبل ساعات،
تكلم عن انه خلاص يعني ما يسمى تقارير الاستخبارات البريطانية وتقارير المخابرات الأمريكية وتقارير وزارة الدفاع وكذا التي تحدثت مبكرا عن هزيمة الجيش الروسي وصلابة المقاومة الأوكرانية وإلى آخره لم تعد تتحدث كذلك. يعني أصبحوا يتحدثون الآن عن انشقاقات وفرار جماعي لجنود الجيش الأوكراني وعن التجارة في السوق السوداء بالسلاح الذي يأتيهم من أمريكا. لاحظ كمان كلام بايدن. بايدن في النهاية أنا لن أتعرض لحالته الصحية ولا الأوضاع وكل هذا معروف، لكن آخر كلام له في الشأن الأوكراني كان إيه؟ كان أنا حذرت الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أن روسيا سوف تبدأ هجومها، لكن لم يكن زيلينسكي يحب سماع هذا الكلام. وحصل رد من أوكرانيا أنه كذا قبل كده يشبه الرد على موقف الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي وكذا أنه أنت لا تريد إهانة روسيا هتنتهي إلى مهانة فرنسا وغيره. لاحظ كلام زيلينسكي نفسه رغم طابعه التعبوي باعتباره في الأصل ممثل يعني وخبير بفكرة التعبئة الشعبية وله أداء إعلامي يومي. هنا الأداء الإعلامي وتفوق الأداء الإعلامي لا يخفي الحقيقة على الأرض. تكلم عن تكلفة مروعة لما يجري في الدونباس. أنا قرأتي لخط سير الحوادث بتقول ببساطة أنه في تقدم روسي بطيء لكن هذا البطء مقصود أو غير مقصود الروس يقولون هنا الروس أنا لا أطلقها الروس يقولون أنه مقصود شويجو تكلم عن أنه مقصود لتقليل الخسائر في المدنيين. أنا تحويري لهذا التصريح أنه لتقليل خسائر القوات الروسية لأنه ما فيش عناية بالمدنيين. طريقة الحرب الروسية القائمة تشبه ما جرى في الشيشان وتشبه ما جرى تعتمد فكرة الأرض المحروقة. اتنين تعتمد على فكرة تقدم القوات الحليفة ووراءها القوات الخاصة الروسية. قوات الحليفة هنا جزء منها يتعلق بالجيش الروسي كتائب الشيشانية وجزء آخر يتعلق بقوات الجمهوريتين سواء دونيتسك أو لوغانسك. لكن في النهاية في تقدم بطيء لكنه ثابت ومستقر وقابل للاضطراد خارج حدود الدونباس. هنا الجديد من خط سير الحوادث. نمرة واحد خيرسون التي جرى الاستيلاء عليها من البداية لأهميتها الحيوية في الارتباط البري بشبه جزيرة القرم خارج الدونباس بالمعنى المفهوم خارج حوض الدونيتس. فيما يتعلق بخرسون بالذات يا أستاذ عبد الحليم بدأت موسكو في تسليم سكان المدينة جوازات سفر روسية. أنا عاوز يعني اتنين الكلام الوضع الحالي للقوات الروسية في تقدم في اتجاه خاركيف. لاحظ ان في ثلاث مقاطعات خارج الدونباس يعني زابوريجيا استولى الروس على 80% من مساحة زابوريجيا يعني كل زابوريجيا تقريبا ما عدا المدينة. اتنين في خاركيف بدأ أنهم تراجعوا لأن خاركيف على بعد 20 كيلومترا من الحدود وهي إلى الشمال مش إلى الجنوب كماريوبول وكذا. لاحظ كمان أنه في خاركيف وزابوريجيا وميكولايف تلت مقاطعات في بنسب مختلفة سيطرة للروس على الأجزاء. كلام بعد كده هل ستتقدم إلى ميكولايف عابرة لأوديسا يعني ما تدخلش أوديسا عشان تعمل همزة الوصل البري مع إقليم ترانزنستيريا في مولدوفا؟ هذا وارد جدا. لاحظ أن الخارجية الروسية أو الدوما في الدوما الروسي مطالبات بسحب الاعتراف بلاتفيا وأستونيا ومولدوفا يعني أيوة. هنا 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 في طرف وحيد دلوقتي من الزاوية العسكرية البحتة هو الذي بيده تقرير المصائر. اتحرك ببطء نعم عانى من خسائر في المحاولة الأولى لحصار كييف ده صحيح إنما في النهاية أنت بصدد طرف هو الذي بوسع تقرير المصائر. متى تتقرر هذه المصائر؟ متى يوقف الروس الحرب؟ لاحظ أن هم شروطهم تعجيزية أو أشبه باتفاق استسلام يعني أنت جاي عشان توقع راكعا على ما نريد. طيب إذا لم توقع ركعا
في وضع تاني، وضع ان انا سيطرت على كل ما اريد السيطرة عليه في هذه المرحلة، وممكن اعلن وقفا لاطلاق النار في صورة هدنة دون انهاء الحرب. تقدير ان روسيا تريد ان كل هذه المناطق التي تستولي عليها او تصل اليها ايديها في اوكرانيا، كل اوكرانيا الشرقية والى الجنوب، ربما اوديسا او لا مش محدد بالضبط، ولو انها في حصار عليها من البحر. طيب. انت بتتكلم عن وضع يشبه الهدنة. انا توقعت من قبل وارجو ان يكون توقعي صحيحا لانه غير مبني على معلومات طبعا، والروس لا يقولون اي شيء سوى الكلام، تعداد الاهداف التي دخلوا من اجلها الى اوكرانيا فيما اسمي بالعملية العسكرية الخاصة. انا قلت من قبل شهر او اكتر، كتبت وقلت هنا وغيره هنا، انه ربما مطالع الخريف المقبل ونهايات الصيف الحالي تلجأ روسيا إلى فكرة إيقاف العمليات العسكرية. طيب، على المستوى الاقتصادي أستاذ عبد الحليم، هناك مؤتمر سان بطرسبرغ هو قادم، يعني وتحدث عنه بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، وقال أنه هناك شركات كثيرة ترغب في المشاركة في هذا المؤتمر وأنه حيكون ناجح. أيضا رأينا في العاصمة الروسية موسكو مطاعم أمريكية شهيرة تفتح مرة أخرى باسم آخر، وشركات أخرى ورجال أعمال روس، وإقبال يعني من المواطنين الروس منقطع النظير على يوم الافتتاح. ماذا يقول لنا هذا عن حالة الاقتصاد الروسي؟ هو يقول ببساطة شديدة جدا، الاقتصاد الروسي عموما في حجمه الإجمالي المعلن، ناتج القومي الإجمالي نحو يعني 2 تريليون دولار سنويا، لكن هو ده مش اقتصاد هاي، يعني هو اقتصاد متوسط، يعني يشبه اقتصاد بريطانيا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، حاجات كده. طبعا ليس لا يمكن مقارنته لا بالاقتصاد الامريكي طبعا 10 امثال الاقتصاد الروسي، ولا بالاقتصاد الصيني. لكن الوضع العالمي الجديد واحنا بصدد حرب تغيير العالم، تحالفات في ازائها، لا يعني احذر من شيئين: النظر في التاريخ عن تصور ان التاريخ يعيد نفسه، هذا امر غير وارد، لانه جرت تغيرات ووقائع في توزيع قوى الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا غيرت العالم. مش حرب اوكرانيا اللي غيرت العالم، حرب اوكرانيا زي ورق عباد الشمس كده، عارف عباد الشمس بيميل مع الشمس، فالشمس الجديده الطالعه ليست في أوان ما نسميه الغرب بالمعنى التاريخي المسيطر على العالم من 5 قرون مضت من سقوط غرناطة واكتشاف الأمريكيات. قصاد وضع جديد، شمس تشرق من الشرق فيزيائيا وتأتي من الشرق أيضا في مضمار فكرة التقدم، الإلهام، بندول الإلهام تحول شرقا. كيف جرى ذلك؟ هذه قصة طويلة، بس مفادها أن الروس يستندون إلى الجدار الصيني اقتصاديا. فالروس ايضا تعرضوا لضربات وحصار 10,000 نوع من العقوبات. اكيد هذه العقوبات بتؤثر، لكن الى اي مدى سيتاثر الاقتصاد الروسي ليس واضحا انه تاثر بعنف او باحلام او بتمنيات الغرب. يعني السيد بايدن تحدث عن انه الدولار هيبقى ب 200 روبل دلوقتي، كما تعرف الروس يجهدون للسيطرة على جموح الروبل يعني الآن، لأنه الكلام 2، الروس هم البنك الوحيد الذي يخفض أسعار الفايدة في مقابل زيادة أسعار الفايدة في كل حاجة، يعني رفعها 20% في بداية الحرب، نزل 17، نزل 14%، نزل 11%. فكرة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، في نوعين من الشركات، في شركات بترول انسحبت وعانت من خسائر اقل تقدير اليها الان 50 مليار دولار. الشركات الاخرى، سلاسل المطاعم وغيرها وغيرها وغيرها، مما تشير اليه الشركه التي تشير اليها لها 1000 مطعم في روسيا. الشيء المهم جدا انه حصل انه الغرب في فرض العقوبات خارج نطاق القانون الدولي الحقيقه داس على كل شيء، يعني حصل سرقه حقيقيه لاصول روسيا في الغرب بمقدار 350 مليار دولار، لكن روسيا تحت يدها اصول للشركات الغربيه صحيح. تفوق ال 500 مليار دولار. فهنا وضع الكلام الاخير ان الامريكان، وده اخر خبر، قالوا ان احنا سنواصل استثناء مدفوعات الطاقه الروسيه من
من أثر العقوبات حتى 5 ديسمبر 2022 الجاري. يعني في النهاية استخدام الروس لموردهم، الاقتصاد الروسي اقتصاد متوسط الحجم لكن عنده ميزات نوعية هائلة تمكنه من التضغط. فالكلام عن أنه الكلام عن أزمة الغذاء على سبيل المثال، أزمة الغذاء بيلفت النظر دائما لأوكرانيا وما جرى لأوكرانيا. 20 مليون طن، يعني أنا لا أعرف إن كان هذا التقدير دقيقا أم لا، لكن هفترض أنه دقيق. ومحاولة إن هو يعبر عبر السكك الحديدية إلى الدول الأوروبية واردة، أو إلى موانئ رومانيا أو لبولندا وارد. لكن كمان ناخد بالنا من أنه روسيا هي المصدر رقم 1 للقمح في العالم، بينما أوكرانيا رقم 6. وبالتالي العدالة تقتضي ما يفعله الروس. الروس يمارسون، مش يخطئ المرء أن يقول أن هم بيسعون للحل السياسي، هم بيقدموا على عمل سياسي مش حل سياسي، منها مبادرة الحبوب اللي عملوها مع أوكرانيا. طيب. وشرطهم ببساطة أنتم محتاجين قمح وقلبكوا على العالم، ارفعوا العقوبات، شيلوا العقوبات وإحنا عندنا القمح. طيب أستاذ الحليم، إيه رأيك في يعني التصريحات التي تبدو كمغازلة بعض الشيء لروسيا؟ يعني عندما يتحدث الرئيس الفرنسي ويقول لا يجب إذلال روسيا، عندما يظهر أيضا جوزيب بوريل وهو ممثل الدبلوماسية الأوروبية ويقول أنه يجب التعامل مع روسيا مع كل الأحوال، لا نستطيع إلا أن نتعامل معها، ما رأيك في هذه التصريحات؟ هي على استحياء صحيح، ولكن يعني هي بتقال الآن. لكل حرب روايتان يا أستاذ شادي، في كل حرب في روايتين. روايتها الحرب أوكرانيا الآن رواية تستند إلى أسس القانون الدولي وسابقة اعتراف روسيا بأوكرانيا سنة 1994 وغيرها، وده كلام يعني يبدو من حيث الظاهر ذا طابع مقبول، لكن ما لا يجعله مقبولا أن الناطقين بهذه الرواية هم آخر من يحق لهم الحديث على هذا النحو، خاصة أمريكا. أمريكا التي غزت بلدانا ودمرت سيادتها على بعد منها آلاف الأميال، مش ملتصقة. وفي رواية روسية اللي هي أن أوكرانيا دولة قامت مع الاتحاد السوفيتي وأن في روابط تاريخية وإلى آخره والحقوق التاريخية وغيرها. الرواية التي تنتصر هي رواية المنتصر، ويل للمهزومين. رواية روسيا سوف تسود لأنه ببساطة، ولهذا تخرج هذه التصريحات المغازلة لروسيا في بعض الأحيان. الذي أوغل في العداء لروسيا، في العداء لكل ما هو روس وروسيا، وعمل نشر كراهية لروسيا من أول الموسيقى والغناء والرقص والشعراء والروايات والأخر والأدب الروسي، بيدرك الآن أنه إفراطه في عقاب روسيا أو في تصور عقاب روسيا أتى عليه بنتيجة عكسية. وبالتالي كمان من حيث الإجهاد والاستنزاف، مرور كل هذا الوقت 110 يوم أو أكثر، 110 أيام أو أكثر دلوقتي، كل يوم عن يوم بيبرز من هو الطرف الذي سيهزم في النهاية. سيبك من زيارة مش عارف الاتحاد الأوروبي ولا زيارة المزمعة لماكرون وكذا وكذا، إلى هم يزورون زيلينسكي ربما لمحاولة إقناعه بأنه بتقبل المصائر، بتقبل مصائر ما يتبقى من أوكرانيا، ما لا تريد روسيا. فهنا الكلام، هذه اللغة سوف تزداد في قابل الأيام، وهتتحول من الهمس إلى اللمس إلى الصراخ إلى الغناء وإلى آخره. لأنه ببساطة الغرب عموما يعرف معنى واحد، خاصة أمريكا، هو بيفكر بطريقة بريغماتية. ما ينفع هو الصح، وما يضر هو الغلط. فإذا أحس بأن الضرر يلحق به، ولا يميز الحق والباطل، الحق في مواجهة الضرر والمصلحة، الضرر في مقابل النفع. طيب وفي هذه الحالة بقى، هل هيتم قبول أوكرانيا كعضو أو حتى صفة مرشح لعضو في الاتحاد الأوروبي؟ لا أظن، ببساطة لأن أنت تعرف أن دولة كتركيا بقى لها يعني 40-50 سنة لكن الوضع مختلف في وضع. أنا مختلف في المعنى الثقافي، إن هم دول مسيحيين ودول مسلمين، والاتحاد الأوروبي نشأ كنادي مسيحي اتنين. لكن لازم تلاحظ إنه في دول، ليست دول زي كالمجر فقط، إنما دول كفرنسا، يعني ماكرون مثلا قال إنها نقعد 20 سنة إذا قبلت أوكرانيا.
أنا لا أميل، لأن أنت عارف هم بوسعهم الأوروبي بوسع الأوروبيين أن يحتجوا بأنه مقاييس لانضمام الاتحاد الأوروبي ليست مطابقة في أوكرانيا. لأنه كما نسمع عن الأوليغارش في روسيا، في أوليغارش في أوكرانيا اللي الأقلية. هو ده نشأت الظاهرة دي إزاي؟ نشأت من جراء التحول السريع من العمعمة إلى الخصخصة. خصخصة منفلتة. فكان في رأسمالية محاسيب في الانتظار أصبحوا مليارديرات فجأة. من مزايا العقوبات المفروضة على روسيا أنها قد تخلص روسيا من حيث لا يحتسبون من هؤلاء الأوليغارش، سرقوهم ماشي، إنما وتخلي في هيكلة جديدة للاقتصاد الروسي، لأن روسيا في النهاية دولة كبيرة جدا، فهي 25% من مياه العذب يا أخوانا. ده فيها حاجات تصع العالم يا أستاذ عبد الحليم. لا هي تمن العالم، أو تمن العالم، وربع كتير برضو. وربع مياه العذب. يعني وفي النهاية الإضافات اللي بتضيفها الآن هتوسع من هذا النطاق. بوسع روسيا أن تخلق اقتصادا من نوع مختلف، يعني يقفز بداخل نتيجها القومي الإجمالي. لو هي مش بتكلم هنا عن رأسمالية اشتراكية، دولة رأسمالية، بس مدى تدخل الدولة، مدى اكتساس الفساد إلى آخره. ففي النهاية أوكرانيا بوجهة نظر مجردة طبقا لمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي لا تصلح للانضمام للاتحاد الأوروبي. كانت تكسب، وأنا أشك في ذلك، أن تكسب صفة المرشح. حتى صفة المرشح قريبا أو قبل نهاية هذا العام كما يدعون، لأنه ما قبل نهاية هذا العام سوف نجد أنفسنا أمام خرائط جديدة في أوكرانيا. تقصد بأوكرانيا إيه؟ هو مين هيبقى الرئيس الأوكراني وقتها؟ هيفضل زيلينسكي ولا هيشكلوا حكومة في المنفى، ولا هيختلفوا التيارات الأوكرانية، التيار القومي الأوكراني مع تيارات تانية، ولا بولندا هتميل لأخذ جانب من أوكرانيا في ظل التسلل اللي هو المعاملة مواطني البلدين بنفس الحقوق وكذا وكذا. وأن تعرف أن أجزاء كتيرة من أوكرانيا خدها الاتحاد السوفيتي بقيادة الروس من دول أخرى، من بولندا ورومانيا وغيرها وغيرها، وضمها لأوكرانيا يعني. وحتى أزوت اللي هو صورة مصغرة من أزوفستال مع مصنع أزوت بيبرز لك مفارقة التاريخ، أن الروس صنعوا لأنفسهم مأزقهم، هم اللي زودوا هذه المصانع وبنوها بطريقة معينة اكتسابا لخبرة حرب مع النازي التي استمرت لسنوات. وقدها قاد هتلر حملة بستة ملايين جندي من دول المحور، وبدأ أن روسيا سحقت في البداية، لكن امتداد الجسد الروسي قد ما هو بيخلي فيه مطامع من كل اتجاه هو بيزوده بمرونة كمان طبعا، في احتمال يصبح مقدرة يعني للغزاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا على حوارك يا أستاذ عبد الحليم، ونراك قريبا على خير إن شاء الله. شكرا لك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم.